سلام عليكم. الموقع ده بيعمل ايه؟ انت بترفع صورتك وهو بيعمل سيرش في قاعدة الداتا اللي عنده بحيث يقدر يجيب لك اقرب ناس لصورتك. هو فيه 10 مليون شخص رفع صورهم، فهو بيعمل سيرش في قاعدة البيانات ويقدر يقول لك مين صورته شبهك، وانت تقدر تقول اه ولا لا او كده، يعني يخلق من شبه 40. فانت بتقول له ابلود ايمج وتروح مختار الصورة بتاعتك، وياريت تكون انت باصص للكاميرا، يعني حاجة زي كده افضل بدل ما تكون حد معاك او تكون انت بتبص يمين او شمال او كده. وبعد كده بتقول له ابلود. انا كنت رافع الصوره قبل كده بس لسه ما شفتش النتائج. شفت النتائج دي؟ بس دي لسه. تمام، تعال نبص عليها. بيبدا يشوف حد يكون شبهك، يعني ده ممكن شويه، ده ممكن شويه برضو، وهكذا. ده في شبه. تمام، الفكره ليه ما نستخدمش نعمل موقع زي دوت؟ مهمته ان هو يدور في الصور بتاعت الناس اللي اختطفت والناس اللي هو مش عارفين اصحابهم، او الناس اللي في الايتام مع خوارزميات خاصه بصوره الراجل وهو كبير وصورته وهو صغير. وكل الحاجات دي نقدر من خلالها نوصل ل لصور، نقدر نجيب نراجع حد لعيلته ونقدر نعرف ده تبع مين وهكذا. تمام، طيب هنا ممكن نعمل فلتر، نقول له انا عايز اكون بنسبه مثلا دقه مثلا 75% مثلا. ابدا فلتر ويجيب الناس اللي هو شايف انها ايه فيها شبه اكبر.